اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. باسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. صلاه الساعه الثالثه من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجوها ان يغفر لنا خطايانا الكثيره من مزامير 30 معلمنا داود انها بركاته علينا امين.
زوكساسيوس فصل مقدس بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. نتجاهل معز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكم ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلاما أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم وانطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وبالكرام، وكل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يقطع بثمر ينقيها ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. ليكمل قول رب السلام والمجد ولات ومشوار السوس ومجوت الرسوس ومنما سواب جاء جاك صوت ماينينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على ترمية قدسين وسلم كرمي في وقت الساعة الثالثة. هذا تنزع منا صالح، لكن نسألك أن تجدد في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدد في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوس لا تنزعه مني. أيها السيد رب الذي أرسلت روح قدسك على ترمية قدسين وسلم كرمين في وقت الساعة الثالثة. هذا تنزع منا صالح، لكن أسألك أن تجدد في عشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبى والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا من يدين كل إنسان تعالى مرحمنا. يا والية إلي أنت كرم حقاني الحامل عنقود الحياة يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر كل مكان مال الكل كنز الصلاحات ومعطى الحياة، هلما تفضل رحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وقلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك والمخلص أعطيت بالسلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا من أجل نفوسنا. إذا ما وقفنا فبيكرك المقدس نحسن قيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين. كي ليسون كي ليسون يا رب ارحم. كي ليسون كي ليسون ارحمنا يا الله. كي ليسون كي ليسون اسمعنا وارحمنا. كي ليسون كي ليسون يا رب ارحم. كي ليسون كي ليسون ارحمنا يا الله. يا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. يا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. يا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. يا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. يا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. يا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا قدوس 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 رب الصباح السماء والأرض ملكين مجد وكرامتك حمنا يا الله لا أبضاب كل يسولس قدوس رب الله تبقى تكون معنا لأنه ليس لنا معين في شريدنا دقتنا سواك سيأتي نصرعنا بردتنا نصرعنا بردتنا لدفعنا معرفة ولدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. أخذ لنا من أجل اسم قدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا أبو ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم ونغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك. شوي سنة صلاة الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا
ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود إنها بركاته علينا أمين. بشوي سنة صلاة الساعة 9 من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود إنها بركاته علينا أمين. زوكساسيوس واسم مقدس مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير وتلميذه الطاهر بركاته علينا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم ماري تلاميذ ففتح فعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعظون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى جائع وطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحمة لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجرهم في السماوات، فإنه كاستر الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا تطرح تنجر وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقدون سراجا ودوا تحت المكيال، بل يضعون على منارة فليضيء كل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالح فيمجدكم أبا الذي في السماوات. ليكن قول رب السلام والمجد ولاتهم شوى السوس وبيوتنا السوس ومن ما سوى بجاجي أكسوت مين أينان. يا رب اغفر لنا خزقنا سخنا خلصنا وترفع مستبشر وترفتي التفت إلي عشي بكر تزور كلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. لا مدريك أيوك أيوم الماضي المسيح إلهنا طالبنا مغفرة خطايانا. يا المسيح إلهنا ماشي أشتريت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحاً يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لا بينك عيك الصوصيون الصنيون ونامي. أنت هي المملوة نعمة يا والد العذراء، نعظمك لأن قبل صليب ابنك انهبط الجحيم، بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا، استحقنا الحياة الأبدية إن نعيم الفردوس الأول. نجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام الأموات وصعد السماوات المجد لله.
يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سمنا، يا خذلتنا، يا رب افتح مرضى شعبك. الشوم من اجل اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، الذي بخطيه يا رب عنا وبطلت اليك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا الذي غدا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، وادخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد. زوكساسيوس فصل مقدس من بشاره الانجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطيب، بركاته علينا امين. لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا، فخذوا معه دخل على انفراد مدينه تسمى بيت سيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل، فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له: أصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات سمكتين، إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: ليتقوا في كل موضع 50-50. فعلى كذا واتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات سمكتين ونظر إلى السماء وبركه وقسمها وأعطى لزميعه ليضع أمام جموعه، فأكلوا جمعهم وشبعوا، ثم رفع ما أفضل عنهم 12 خفة مملوءة. ليكم قال رب السلام والمجد ولات من شوار السوس ومجوت نعصوص من ماس وأبجاك يكسوت مينين هانس. يا رب ينفي لإزاق الموت في الجسد الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاء، أمد حفظنا جسمنا والمسيح لنا ونجنا، فلتنمي وسيلتي قدامك يا رب قول فهم، تدخل البطيلة حضرتك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب مع الدخول الدوس، لا تغفل عنا يا الصالح ولا ترزلنا الضال، بل قدس نفسي وظيفهم يجعلني شريك النعمة أسرارك المحية، لكي ما يزقنا من أحسادك قدام لك تسبح بغير فطور، مشتاقين إلى بهائك أفضل من كل شيء، يا المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلها واحتملت الصلب الصالح وقلت قلت الموت بموتك ظهرت القيام بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين يجب يديك، اظهر محبتك للبشر أيهم الصالح، اقبل من وإلى الشفاء من النج يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا لانقضاء ولا تسلمنا للظهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسة. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال: لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك عذراء قديسة سويت الله لأنك أنت مخلص العالم. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رؤسك للشهداء تعليل السفين سبات كانت وفي الخطايا نبشر بالزور القدس لوت واحد نزلهم وقال يا ابو يا ابو. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب طول كل الدهور نور من نور لا الحق ولا الحق ساو الآب في الدور الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل حال البشر ومن أجل خلاصه سماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العدو بلاص البنطق قام بين الموات في اليوم السادس كما الكتب وصعد الى السموات وجلس عن يمين ابي وايضا يات في مجده لان يحيى الاموات الاب نزل له مجد على اب والابن الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جامعه سريه وليه واحده في خطايا منتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين. نسعى
نسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كنيا ليسون كنيا ليسون يا رب ارحم. كنيا ليسون كنيا ليسون ارحمنا يا الله. كنيا ليسون كنيا ليسون اسمعنا وارحمنا. ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض من وتين مجد كرامتك حمنا الله إلى أبداب الكل. يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل وقف واصفحنا عن سيئاتنا صنعنا بإرادتنا ولا صنعنا بإرادتنا لا تفنى معرف ولا تفنى بغير معرف. أبي عزي يا رب خلنا من اسمك القدوس كرحمتك يا رب وليس خطايانا واجعلنا مستحقين نكون بشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيان كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. هللويا في إيه تغطي إيه مبهون وفي
نبران مبيوت نمشير بابن بمسواب ونوتي نوتي في زماروت انجيب نوتي بيوت بيب انتقراتو آمين في زماروت انجيب في منوغنيس انشير يسوس بخريسوس بين شويس آمين في زماروت انجيب ابن بمعيس اواب امبارك لي آمين إثباتي راجيوس إيسيوس آجيوس إن ابن بماجيون آمين فلوغيتوس كيريوس وسيوس إيستوس إيوناس آمين نسنوس تيروس موهب شويس مرويز مورو بن جلاوس تيرو جيبن بناي تغريريغون أوتي مسمين تبشو شوب شايني أمين هللويا إيرني باسي يتمنى الماتيسو مارن شبين بطن تطفن بريفر بسنا نيف أول نايت ابنوتي بيوتن بن شويس أول بنوتي بن ستريسوس بخريستوس جافرس كبازيني غونا ورويسنيرون افارهيرون افشبتنيروف افتياسويرون افتيتوتين ابنتن شريطاي ونوصاي انصوف ومتروف بوسنت برهيرون خنبايس وفاين منوتيرون تبن اون خنرين فيرن جيبي بانتوكراتو ورب شويس بن نوتي بروس بكساستي إليلايسو ابني برب شويس بن نوتي بي بانتوكراتو ابيوتن بن شويسو بن نوتي بن ستيريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطوبى والمكرم البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية
أبينا الأسقف الطبا ومكرم الأنبا سرابمون وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا أن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة عقارب على كل قوات العادل كان استومين كلومين تغنات قدام هذا اليوم الأباء الأساقفة والأباء الكهنة القمامسة والخصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر الله الإنجيلي ماري ماركس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس إيروريوس من أفواه الثلاث مائة وسمائة عشر مقامة بنقية والمائة والخمسين بقسطنطينية والمائتان بأفسس من فم الأباء الأساقفة الحاضرين معنا من فم حقارتي لنا وبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور إن بين يود الطيود Yeah.
Yeah.
غضبان بكم ابون انتن النومي ايدني افشي انت ارشي زي اكون ادس ماروتي استفا نصبي شرب مارتي روسي شوي صاري مطمان بكو ابون انتن النومي اصلو فروس مر تيروز بچويسم اورگ اورگ يوست اوگورز بيس مطانم بكم ابون انت من نومي ايدني افشي انتني شالت انت بخريستوس في عاقي يا امي بربراني ميرياني نمدمياني نماري Darshis avasanas yos bi abos tonikos ne mavakire los besten los in de vinatin im dios kolos kepsenti orthodoxia avakire los bi manso ebe noi saremot tarim bikon ابون انتن النومي ايتني افشي انتن اشوي سنيوتي امعينو شيري وانتون يسلم هبا باقلين امتابا بخوم يسلم بشم تسوات مجريوس وابا شنوتي بارش منيز Abba Samuel Biomono Getise Choi Saremot Danimikum Ebonenten en Nomi Iteni Epsi Ente Bearsi Sarah.
بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركات على جميعنا أمين. فأنه قد قيل لموسى: إني أرحم من أرحمه وأترأف على من أترأف عليه. إذن الأمر ليس لمن يريد ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. فقد قال الكتاب لفرعون: إني لهذا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي يخبر باسمي في الأرض كلها. فإذن هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. ولعلك تقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من الذي يقاوم مشيئته؟ مهلاً مهلاً أيها الإنسان، أنت من أنت التي تجاوب الله؟ لعل الجبل تقول لجبلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للفخار سلطان على الطين أن يصنع من العجينة ذاتها أناء للكرامة وآخر للهوان؟ فإن كان الله يريد أن يظهر غضبه ويعرفنا قدرته، استحضر بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية الرحمة التي سبق فهيئها للمجد، التي هي نحن الذين قد دعانا ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع: إني سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست بمحبوبة محبوبة، وسيكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنهم هناك يدعون أبناء الله الحي. أشعياء يصرخ أيضا من أجل إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه قول متممه وقاطعه الذي سيصنعه الرب الإله على الأرض. وكما سبق أشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا سيد يا ساداتي وآبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى، بركات المقدسة تكون معنا، آمين. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تعملون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة. فين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات؟ فلأجل هذا بشر الموت أيضا لكي ينالوا حسب الناس بالجسد وليحيوا بحسب الروح حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن وسهروا في الصلوات، وقبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من النعمة من المواهب بعضكم لبعض، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم ففي أقوال الله، ومن يخدم فأنه من قوة يهبها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى الأبد، آمين. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي ويزول وشهوته معه، ولا يبقى إلى الأمر إلى الأبد، آمين. Oh,
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم ومعي يا أبائي وإخوتي أمين. فقام في المحفل واحد في الريس اسمه غمالائيل وهو معلم للناموس ومكرم عند جميع الشعب وأمر أن يخرجوا الرجال قليلا ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم لأنه قبل هذه الأيام قام واحد يدعى ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء فانحاذ إليه عدد من الرجال نحو 400 ثم قتلوا وتفرج جميع الذين أطاعوا وصاروا كلا شيء. وبعد هذا قام يهوذا الجليني في أيام الاكتتاب وأزاغ ورأوا شعبا كثيرا فهلك هو أيضا وجميع الذين أطاعوا تشتتوا. والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينحل وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقذوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فأزعنوا له واستدعوا الرسل وجلدوهم وأمروه أن لا يعلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. أما هم فخرجوا فارحين من تجاه المحفل لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل هذا الاسم وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت يعلمون ويبشرون بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم 17 من شهر أبشير المبارك أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم أن نحن مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي وأخوتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس مينا الراهب. ولد هذا القديس بإحدى بلاد إخميم من أبوين مسيحيين وكانت مهنة والده الفلاحة. رباه والده تربية مسيحية حقيقية ومنذ حداثته مال قلبه إلى زهد العالم. فلما كبر ترهب بأحد أدرة إخميم وأقام مدة في النسك والعبادة ثم انتقل إلى بلاد أشمونين وأقام هناك في دير لم يغادره لمدة 16 سنة. ولما دخل العرب مصر وسمع أنهم يقاومون عقيدة التجسد الإلهي نزل إلى الأشمونين وتقدم إلى قائد الجند وتناقش في هذا الأمر وبيان للقائد صحة إيمانه بضرورة تجسد الله الكلمة لخلاص العالم وأن بنوية الابن ليست عن طريق التناسل ولكنها بنوة من نوع خاص مثل ولادة النور من قرص الشمس. فغضب القائد وأمر جنوده فقطعوه إربا إربا وألقوه في النهر فنال إكليل الشهادة وجمع المؤمنون أجزاء جسده الطاهر وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. وفيه أيضاً تم تكريس كنيسة الشهيد أبو قسطور البردنوهي الذي استشهد بالإسكندرية. وعند وصول جسده إلى بلده بردنوها خرج الشعب كله لاستقباله فحملوا جسده بإكرام عظيم إلى بيته وبعد انتهاء الاضطهاد حولوا بيته إلى كنيسة على اسمه وكرسوها في مثل هذا اليوم وما زالت حتى الآن توجد في بردنوها كنيسة باسمه. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Oh.
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذنكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك صلحون من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرنا وعصونا نذكرهم في سؤالاتنا البطنة التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صلم مصطوضة بيد الليلويا جوشت آخري جويوم أهن عيني انت باهي تلليلويا مارود شاس في نت اكليسيا انت بفلان اغاون صو مارو اسمو ايرو في اكاد اي تاني ابرز بيت ايرون جاب كونو متوت ام بريت ناني صوم ابن ابن جنيت سلطن وابن اون امر كنجيب سلطن بومين جن سوق باب ومشاينين قطعي طاقسي سمل شيسين من يود صواب البطريرشيس بابا غطى وادرس بماري اسما نمبن يود نابس قوبوس ابا صرابا Yeah.
قصيتي ميتابوسيو كوسومينتو اغيو افانجيليو افزمارو. Κύριε φλόξο το καταλόγιο Ευαγγέλιο το ανάνοσμα. معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين. انظر الي وارحمني لاني ابن وحيد وفقير، انا احزان قلبي قد كاسرا. شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل أبوة مثل القراب يبصر المستقيمون فيفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على طقس ملك صداقة الليلويا. الرب عن يمينك يا بان الطائر الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي المكرم الأسقف الأنبا صرابمون وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا. الرب يحفظ حياتكم. خلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. يا رب ألنا قلت هذا المثل أم تقوله للجميع أيضا؟ فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده فيجده يعمل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. وإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا ينتظره وفي الساعة التي لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين.
وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولم يستعد ولا فعل بحسب إرادته فيضرب كثيراً، أما الذي لا يعلم ويفعل ما يستوجب به الضرب فيضرب قليلاً. وكل من أعطى كثيراً يطالب بكثير، ومن استودع كثيراً يطلب منه أكثر. إني جئت لألقي ناراً على الأرض، فماذا أريد وقد اضطربت؟ ولي صبغة أصطبغ بها، وكيف أنا محتمل حتى تكاملوا؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء، وهو اليوم الثاني من الصوم المقدس، تلك الأيام التي ننتظرها من عام إلى عام، وهي الأيام التي فيها ينصلح حالنا الروحي، وفيها الكنيسة تساعدنا بما تقدمه أن يكون الإنسان إنساناً روحياً قوياً. وهذه الأيام أيام الصوم المقدس، وهي أيام معدودة تجري يوماً وراء يوم وأسبوعاً وراء أسبوع، ويا بخت اللي يستفيد منها في كل يوم في حياته وفي نقاوة قلبه ونقاوة فكره وخلاصه، ويستفيد منها الإنسان بصورة عامة. في هذا الصباح المبارك أيضاً نحتفل بتقديم عدد من الشمامسة يتقدمون إلى القسيسية وخدمة الكهنوت في مدينة الأسكندرية. وهذا اليوم بالنسبة للشماس الذي سيصير كاهناً ليس يوماً عادياً، وهذا اليوم ليس يوماً عادياً كبقية أيام الحياة، ففي هذا اليوم يتغير فيه كل شيء. يتغير اسمه الذي ظل معه منذ ميلاده، ويتغير شكله فيصير بالشكل المميز للكاهن القبطي، وتغير لقبه بعد أن كان من فضلكم، من فضلك، ويتغير لقبه بعد أن كان في وظيفة مدنية صار محسوبا على السماء، ويتغير نظام حياته ويصير بيته، زوجته وأولاده يصير بيت أبونا. وجودكم النهاردة واحتفالكم مع كل الشمامسة المتقدمين إلى الكهنوت هو نوع من التقدير الذي نحمله في قلوبنا لمن يخدمنا، الكاهن الذي يخدمنا. وأنا أريد أن أقف معكم ومع الإخوة المتقدمين للكهنوت عند كلمة واحدة
تتغير في حياة الإنسان الذي يصير كاهناً بعد أن كان الأستاذ فلان ولا أي عمل بيعمله صار النهاردة أبونا، وهو لقب غالي تمنحه الكنيسة في خدمة في القداس الإلهي وأمام المذبح وبطقوس سر الكهنوت، وتمنح هذا الإنسان أن يصير حاملاً لكلمة أبونا ويصير أب وصاحب أبوة. وأريد أن أقف معكم عند هذه الكلمة، كلمة أبوة، التي هي محور نجاح حياة الكاهن. فبدون الأبوة يفقد معنى وجوده ومعنى رسالته. توجد أربعة معاني رئيسية نضعها أمامنا ويضعها المتقدمين للكهنوت والأباء الكهنة الحضور معنا، نضعها أمامنا من أجل أن تكون حياتنا ورسالتنا ووظيفتنا ناجحة. الأبوة في أول معنى ليها معناها الأمانة المطلقة. لقد انتهت الحياة القديمة وصار القديم في الماضي، وأنت تبدأ من اليوم حياة جديدة، وهذه الحياة الجديدة التي تبدأها يجب أن تبدأها بأبوة كاملة، بأمانة كاملة. الأمانة الكاملة تعني أن الإنسان يحمل في قلبه قلباً نقياً أميناً. وإنجيل هذا الصباح يقول: من هو يا ترى الوكيل الأمين الحكيم؟ الوكيل الأمين الحكيم. فأمانتك هي بداية الطريق، وهذه الأمانة في كل معاملة، في كل علاقة، في كل جلسة. أمانتك الروحية، وأمانتك تجاه أسرتك، وأمانتك في كنيستك، أمانتك فيما تقدمه من تعليم، فيما تستودعه من تراث وتقاليد وعقائد وطقوس الكنيسة، أمانة شاملة. والوصية تقول: كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. فأول معنى لمعاني الأبوة في حياتك هي حرصك الكامل على هذه الأمانة. واعلم أيها الحبيب أن هذه الأمانة تشمل أمانتك في قلبك. نحن لا نرى قلبك، الله يراه، والله يبحث عن قلب أمين يخدمه بالروح وبالحق. فاعلم أن قلبك مكشوف أمام الله وليس خفياً لا يظهر. ولذلك إن أردت أن تعيش في الحياة الجديدة التي تنالها من الله في هذا اليوم الغير متكرر في حياة الإنسان، إن أردت فابدأ بأمانة كاملة في قلبك، وكن حريصاً على كل صغيرة وكبيرة. كن حريصاً في كل مكالمة تليفون، كن حريصاً في كل تعليم تقدمه، كن حريصاً في الحياة بالإجمال. هذه هي بداية الأبوة، بدايتها أن تكون إنساناً أميناً كاملاً، أميناً لأسرتك، وأميناً لكنيستك، وأميناً لمجتمعك، وأميناً لنفسك. وكل مجموع هذه الأمانة مكشوف أمام الله. فهذه أول خطوة في الأبوة. الخطوة الثانية أو المعنى الثاني في الكلمة التي سيلقب بها الكاهن، وهي كلمة أبونا، وهي كلمة غالية جداً، كلمة البذل. الكاهن
بحسب ما نتعلم في الكتاب المقدس ونتعلم من الآباء الذين علمونا أن الكهنوت هو بذل وليس راحة، الكهنوت تعب وليس كسل. الكهنوت كما قال عنه القديس بولس الرسول: من أجلك نمات كل النهار عشان خاطرك يا رب، وعلشان كده بنكرس حياتنا وكل أوقاتنا وكل عمرنا من أجل أن نخدم الرب الذي أحبنا، فنحن نحبه لأنه أحبنا أولا. بذل. الكاهن ما يعرفش الكسل، والكاهن بيعرف ينظم وقته، والكاهن ما بيسمحش لحد يسرق وقته، والكاهن يكون مرتب في كل شيء ويكون مدبر بيته حسنا، وعشان كده بيختاروه ويزكوه انه يكون كاهن للبيت الكبير وهو الكنيسة. البذل. والبذل ده يقدمه الكاهن في حياته في كل يوم، ويبقى عارف ان هو موجود لخدمة كل احد، وعشان كده بنرتدي الملابس السوداء لانها كالتراب، التراب اللي في الارض، شكل الطمية بتاعت وكما تعب المسيح من أجلنا نحن نتعب من أجله، ونحن نبذل من أجله ومن أجل كنيسته ومن أجل النفوس التي تكون كيان الكنيسة. الصفة الثالثة أو المعنى الثالث في الأبوة أنه ذو وقار. فالكاهن يجب أن يحتفظ بهذا الوقار الذي صار فيه وصار كاهنا خادما كاهنا بالشكل القبطي المعتاد عندنا، بقى ده كاهن وصاحب وقار. وصاحب وقار، وبنال الكاهن بيلبس الثوب الطويل الذي يصل إلى القدمين كتعبيرات سفر الرؤيا، متسربل إلى القدمين، ودي علامة الوقار، علامة الوقار. والكاهن يجب أن يحتفظ بالشكل القبطي المعروف اللي استلمناه وبنعيشه وبنسلمه للأجيال. وقارك في كل علاقاتك، فأنت كاهن تقدم صورة المسيح. عندما تتقابل مع أي أحد كبيراً أو صغيراً داخل الكنيسة أو خارجها، يجب أن تكون في صورة الوقار والاحترام الكامل. حتى عندما تكون في مجال الأنشطة ومجال واخد شباب وطالعين خلوة أو رايحين مكان، لازم الإنسان يحتفظ بوقاره واحترامه وألفاظه والكلمة التي تخرج منه، ويجب أن يحتفظ بهذا الوقار داخل البيت وخارج البيت أيضا، داخل الكنيسة وخارج الكنيسة أيضا. وقار الكاهن لأنه يقدم صورة المسيح. كلكم عارفين التعبير الشعبي اللي بنقوله لما يجي يزورنا أبونا في البيت، نقوله احنا زرنا النهاردة المسيح، وده تعبير جميل لأنه يحمل المسيح ويأتي إلى هذا البيت. فوقارك في الافتقاد، وأنت تفتقد كل بيت وهذا هو عملك الأول، وقارك في الاعترافات، وقارك في الحديث والحوار والكلام والنظرات، هذا كله في غاية الأهمية أن تحفظه، وشائبة صغيرة تضيع منك السماء. وعلشان كده احفظ وقارك لآخر يوم في حياتك.
وقار الكاهن صفة مهمة جدا، ويكفي ان احنا كبار وصغار نناديه بهذا اللقب ابونا. يبقى راجل كبير واللي قدامه كاهن شاب ويقول له ابونا ابويا. فهذا الوقار يجب ان نحتفظ به ولا تستكبر بنفسك. فوقارك يظهر ايضا واكثر باتضاعك. وما تقولش لنفسك انا كويس، انا احسن من غيري، انا احسن من سين وصاد وعين وغين. لا، انت لك نفسا واحده، ان خسرتها خسرت كل الاشياء. لك نفسا واحده، ان خسرتها خسرت كل الاشياء. هذا هو الوقار في الكاهن وابوته. اما المعنى الاخير، قلت لكم المعنى الاول الامانه، والمعنى الثاني البذل، والمعنى الثالث الوقار، اما المعنى الرابع فهو الهيبه. وكلمه هيبه كلمه تعبر عن الهيبه التي يمتلكها الكاهن. دي مش بناخدها من دراسه معينه ولا بناخدها في كليه بنروحها. الهيبه دي الله يعطيها لنا من ثلاث مصادر. المصدر الاول هو المذبح الذي نصلي ونقيم عليه سر الإفخارستيا. والمصدر الثاني هو المنجلية التي نتعلم منها الإنجيل ونعيشه ونهضمه ونفهمه ونشرحه. والمصدر الثالث هو المخدع في البيت، أن يكون لك مخدع خاص لصلواتك الخاصة. ثلاث مصادر تعطيك هذه الهيبة، هيبة الكاهن. والهيبة دهيت مش مرتبطة لا بلبس ولا باسم ولا بشكل، لكن مرتبطة بحياة، حياتك التي تأخذها من المذبح، وحياتك التي تأخذها من الكتاب المقدس، وحياتك التي تأخذها من مخدعك الخاص. إن أهملت في هذه فأنت تحمل صورة الكهنوت ولا تحمل قوته. ولذلك انتبه أيها كلمها الله اللي بنسميها كده أبونا. ده قال كلمة وتنفذت، قال لي هيديني ربنا هيديني طفل وربنا أعطاها طفل. بتيجي منين الحكاية دي؟ مش بشطرتنا ولا بمجهودنا ولا بمعرفتنا، ولكن بتيجي أساساً من إن الإنسان له علاقة وثيقة جداً بالله. هبتك في المذبح وفي الكتاب المقدس وفي المخدع الخاص. هذا هو الكهنوت، وهذا هو من يقول عنه الكتاب اليوم: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ الله يريد من الكاهن أن يكون وكيلاً وأميناً وحكيماً، وهذه هي خدمة الكهنوت في كنيستنا. ليبارك الرب هؤلاء المتقدمين إلى الكهنوت في كنائس مدينة الأسكندرية، ويبارك الخدمة ويبارك عمل الله الممتد والمستمر. وكما نحن في رحاب دير الأنبا بيشوي مع نيافة الأنبا سربامون والأباء الرهبان في هذا الدير العامر، ومع كل الأباء الأساقفة الحاضرين معنا والأباء الكهنة، نفرح في هذا اليوم ونشهد له. ويصير دورنا جميعا أن نصلي من أجل هؤلاء، نصلي من أجلهم لكي ما يسندهم الله. فالكاهن هو إنسان، والكاهن يحتاج على الدوام إلى أن يتخلى عن ضعفاته، والكاهن محدود بوقت وبجهد وبصحة. وعلشان كده إحنا كشعب كلنا بنصلي باستمرار من أجل
الأب الكاهن اللي بيخدمنا، ومن أجل الأب الكاهن اللي بيتعب، ومن أجل الأب الكاهن الذي يحمل أثقال كثيرة لكما ينجح الرب طريقه. يباركنا الله بكل بركة روحية ويعطينا أن نخدمه بالروح والحق في كل آن وكل أوان، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام الذي من السماوات. بل وسألها معز العمر أن أنبيء علينا إنعاما، الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا وداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام. ملك السلام، أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا، اقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيي نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية، ولا على كل شعبك فلنسأل ضابطا الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأطلب من صلاحك يا محب البشر
اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم بطرس دروس الثاني وخويف الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الانطاكي ماري أغناطيوس فرام الثاني وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك إرتريا وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنبا سراب أمون وأبانا الأساقف المجتمعين معنا. بطريرك رئيس العساكفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه في خدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مار أغناطيوس إفرايم الثاني وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك أريتريا وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الطباوي الأنبا سراب أمون وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنتهم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأزلهم تحت رجلهم سريعا أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب صلى الله إلى ضبط الكل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها صلوم لأجل هذا الدار المقدس واجتماعاتنا يا رب تكون لنا بغير مانع ولا أخ نصنع كمشيئتك الطباوية المقدسة بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها علينا على عبيدك الآتين بعدنا الأبد قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف رباط رباط سوفيا سوبرس خمين كريه ليسون كريه ليسون خنوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله قبل كل الدهور نور من نور إله الحق إله الحق غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على أرض بلاصقهم تألم وقرا وقام بين الموات في اليوم الثالث كما بالكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي في يدينا الحياة والأموات الذي لا يستلمك انقضاء عمهم بالروح القدس الرب المحيم بصم الآب نزل الدون ومجدهم مع الآب والإب ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة يا رسولية
ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات. تندوش تبول خايت تنتي أناستاسي سنتني إفمون تنبيعون تنتني سفشي استاسيتي ديرني باسي ايقوم نماتي انسو يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية ولبني فين نمكروبني فين نمتشوفي نيفين نمبن أرجية نيفين نمتي مترف إرف مفئي انت تيكاكية اتعرفوري نمفمو اوه قارتين نمبشا ترن بنيب اثرن إراس بزست إن إيريو خنو في إسو إبجين تنيت شيخن أمت أطيتن إبهاب إبول خن تكذوري آينا ثمو وهن إفورا نيون خن بيخري